الدراري اللي غيضربوا على بلغاريا اليوم، راه كاين الجديد الخوت، كاين الجديد على بلغاريا، وبغيت نهضر على موضوع كرواتيا حيت كاين اللي هضر معايا في التعليقات على كرواتيا، وبغيت نهضر على صربيا، كاين اللي كيقولك ما كيدوزوش الناس على صربيا وما كيدوزوش. واحد الدري قال لي مشيت نهبل اخويا ميمون، شي كيقول لي كرواتيا شي كيقول لي صربيا، ما فهمنا حتى شي حاجه. كاينين صحاب المونتاج، كاين صحاب الشونطاج، كاين صحاب تمونطاف رموك، تمونطاف بنو، تمونطاف باخيره، كاين صحاب الاحمر المزور، كاين صحاب الريكارت مزورين، كاين بزاف ديال الحوايج. شي اليوم الحلقه شاخده، شوف عام مسحوا هاد النظيرات هادو هما باش نبداو معاكم، حيت هاد النظيرات هما اللي غيرافقونا ان شاء الله في هاد الموسم الثاني. لا ما تهرسوش، اكسيون. ها انتم الخوت من ارض الواقع، الشرطه البلغاريه، بوليس والعسكر البلغاريه وحلف الناتو، استنفار امني جديد. شوف الناس كيفاش كيوجدوا لكم. هذا ميساج لدوك صحاب من الطياره الحمار، داك اللي كيقول لك غنهبط ديريكت نمشي طاق نضرب الكرياج ولا نضرب الواد ونمشي نوصل. خويا ديما عمر راسك وعرف الجديد، راه عرف كلشي. شوف النقاط القدام، هذا قادوس راه حيدوه، كانوا كيدخلوا منه الدراري تحت الارض ويخرجوا من الجهه اخرى بلا ما يتقبوا في الكرياج. هذا قادوس عاقوا به حيدوه، انتم غتشوفوا غيسدوا كاع التقابيل اللي دازوا منهم الحراقه، حيت الدراري كيدير واحد الديفو انهم كيدرزوا شي ثقبه ما كيسدوهاش، كيخلوها محلوله، كيضربوها بالكريفي يخلوها محلوله، هما كيريباريو كلشي. ها انت شوف الالات وشوف البشر وشوف كلشي كيريبار، شوف كاميرات، شوف 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 كيفاش كيوجدوا ليكم. شوف السلام عليكم متتبعي قناة منوعات مغربي في اسطنبول اوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتكم قناة منوعات مغربي في اسطنبول. توحشتكم وانا متأكد بانكم توحشتوني بزاف. لنا عودة جميلة معكم ان شاء الله. كما شفتوا في هذا الفيديو الخوت، استنفار امني جديد، هذا جديد، هذا الشيء غير جديد، باقي في ميكتو دابا حاليا، راهم كيديروا تمشيط للمنطقة ديال الحدود ديال بلغاريا. فين ما كانت شي ثقبة كانت متقوبة بالكريفي قديمة سدوها، كان واحد القادوس كيدوز بنا من تحت سدوه، زادوا كاميرات زادوا لعيبات. يعني شوف كيفاش كيوجدوا لك، شوف ما كيفاش، شوف التكتيك. دابا انت كتلعب ماتش ديال الكلاسيكو معاهم صاحبي، بلغاريا كونتر المهاجرين، ماتش كتلعب معاهم ديربيات، مرة يربحوك مرة تربحهم، جروب كيتشد جروب كيمشي، وهما غاديين كيبدلوا التكتيك كيبدلوا الخطة كيلعبوا على التيران فين ما كانت شي ثقبة. بنادم ديالنا شنو كيدير الديفو ديالو؟ بنادم مالو، مال بنادم مالو؟ كاين شي وحدين هو مزيان داك لانتيليجون كيدرسو وكذا طمنا في المغرب وكذا، ولكن كيجيو بواحد الفكره عنده الطريق ديال 1986 داز فيها ولد عمو في 1986. خاصك تعرف يا صديقي المحزوق ان الطريق تتغير يوميا يوميا. اليوم هاد النقطه الا كانت امنه غدا تقدر تكون ماشي امنه، تقدر تكون نقطه اخرى. ف ما عمرك دير ديك اللعبه من الطياره غادي نجي نهبط الطاق نشد خطه في راسي نمشيو حنا وخمسه صحابنا، عندنا الطريق عندنا كلشي، عندنا واحد الطريق جايبينها من المغرب غنمشيو عليه وغنمشيو. نو، ريح صاحبي، استقر، كري، طلق ودنك، سمع، ما تثقش بناتهم وسمع مزيان. خويا ديك الطريق عندك فين دازو؟ دازو شي صحابك، دازو غير البارحه، رانا نشوف ديك الطريق فين دازو، الله يحفظك، بارطاجي معنا ديك الطريق. ما عندو يخسر عليكم، اي واحد طلب له في تركيا الطريق يبارطاجيها معك، اي واحد تقول له بغيت النقاد بلغاري يعطيهم لك، اي واحد تقول له بغيت النقاد اليوناني يعطيهم لك، ما يعطيكش الذهب، داكشي راه منتشر موجود مزلم. ولا قال لك شي واحد نعطيك الطريق وتعطيني الفلوس، عرفوا السمسار بغى يستغل لك، راه ما كايناش الطريق تتباع بالفلوس، مابس انت راسك الطريق عادي جدا، يصيفط لك في الواتساب المابس مي طق طق ودخل تقرا التيران ديالك وتضرب الطريق. ف دائما هما كيشونجيو النقاط حتى انت شونجي النقاط. الناس كيدوزوا من هاد القنت انا غنمشي ندوز من ديك القنت، الناس كيمشيو من داك الجبل انا غندوز من تحت داك الجبل، الناس كانوا كيدوزوا من هاد القادوس انا غندوز من اللور ديال القادوس، فهمتيني؟ خصني نشوف الطريق اللي ما كيدوش فيها البشري بزاف. انا مش نشد خمسه د النقاط، خمسه الطرقان ديال الدراري ولا سته الطرقان، كنشوف القاسم المشترك ان طريق وحده كيدوزو فيها كاملين، ندير اخويا الطريق ديالي انا جديده كاع، نمشي من هنا ونقطع ثقبه اخرى كريه جديده وندوز طريق جديده وندوز، فهمتوني؟ فهذا هو المعنى اللي بغيت نقول لكم الخوت، القضيه راه مزيره، راه ما يقولكش بنادم راه طن الحرقه، راه هي هذه، راه ما عمرها غتسالي، راه ما غيحبسوش بنادم. شتي نقول لك واحد القضيه، شتي لها مكتب لك توصل، مكتب لك توصل، مكتب لك تدوز بديك الطريق وعندك الاراده تدوز، ترى واخا يديروا صور الصين العظيم، صور الصين العظيم غادي تدوز باذن الله، لان ربي مكتب لك تمشي وعندك اصرار وخدمتي وكذا وخدمتي عقلك. ولا ما مكتب لكش توصل، شتي راه واخا يجي الرئيس بلغاريا يجي يهزك من الحدود شخصيا بالطوموبيل، والله لا دزتي ما مكتب لكش الله تمشي. باش تعرف هذه المساله هذه، باش نحيدوا من لاكوطي القدر والقضاء وندوز عاوتاني للبراتيك والذكاء.
البراتيك والذكاء شنو هو؟ كما قلت لك درس الخطه ديالك، جيب لك دا المسائل تكون كتعرف تخدم بالمابس اخويا. راه شي حوايج راه كنعطيهم لكم، راه كاين بنادم كيكون ها جالس ما به ما عليه. الا قلت لك هادشي اخويا المحزوق راه التقليد عليا، راه غير باش تستهلك بلا ما تهلك، فهمتيني؟ انا راه جيت نقول لك شي حوايج، راه شي حوايج والله ما غتيقن، ما كنبغيش نقولهم فلاشين هنايا، ما كنقولهمش فلاشين. انا تلاقيت مع بنادم في الزنقه قال لي نعطيك القد والقد خميمون هكا دوروا معاك كذا تطمنا وغتهضر لنا في واحد الاتجاه، لا ما نفرش بزاف الهضره، غتهضر لنا في واحد الاتجاه، غادي تقول للناس ما تمشيو لا على بلغاريا لا والو، غتمشيو في واحد الاتجاه. غادي نقول لكم كيفاش. كاينين الناس، كاينين الناس خدامين في المونتاج، كاينين الناس خدامين في داكشي ديال المزور الله يستر ديال الحبس. ما عمري غننصحك بالمزور، كاع صحاب كارطة مزورة، كارطة مدقوقة، باسبور مدقوق، بعد من داكشي. كاينين الناس خدامين في ليسكار كيقول كاعطيني فلوس ندبر لك ليسكار مسوقر كدا تمشي. كاينين الناس خدامين كيقول لك اخويا غادي نمونطيك في باطو من 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 اسطنبول ولا من انقرة ولا من فهمتيني مشي قنت، غادي نمونطيك انا في باطو وغتمشي مرتاح. كاين اللي كيقول لك غادي نمونطيك في الطيارة، عمرك شي مونطيك في الطيارة؟ انت بولا سوي كلاص انت ديال الطيارة باش تمونطا في الطيارة، واش هذا كيخور عليك وتيق وتعطي 5 مليون ولا 4 داير الكرون؟ انا كنقول لك شي حوايج ما عندي غير، تسمع اسمع، انا كنفرش لك القوالب كاملين وما كنخاف من حتى شي واحد وما شغلي حتى شي واحد، واللي بغى اللي عنده معايا شي حساب يجي عندي معايا. انا غادي نقول الصراحه لخويا المحزوق عانيه بلا ندبر راس وما شغليش في بنادم، فهمتيني؟ انا ما عندي حتى شي توجيه من شي طرف معين، كن بلا ما نشيت واكتسب ادبي اغنيك محمود على النسب، ان الفتى من يقولها هذا وليس الفتى من يقول كان ابي. بدينا معكم هاد لاشين بالمصداقيه وغنكملوها بالمصداقيه وابار لاشين كاع. المصداقيه الحمد لله مطلوبه في الحياه، الا بغيتي تعيش مع الناس وتبقى في ديك ليماج ديالك زوينه وبقاو يحترموك الناس خاصك تكون صادق مع الناس. جا اللي الريح اللي جات تدار ولا تلقى مع واحد في الزنق يقول لك اهضر على المونتاج، راه المونتاج زوين وجيت تهضر على المونتاج. خويا انا ما كنهضرش على شي حاجه اللي ما درستهاش، وما كنهضرش على شي حاجه اللي ما كنفهمش فيها، وما كنهضرش على شي حاجه اللي عارفها ما مسوقراش، باش نقول لك اللي كاين. فصحاب المونتاج الخوت، المونتاج دابا شنو ما كاينش شي حاجه سميتها مونتاج، كذب عليك كذب. غادي يخرجوا لي صحاب المونتاج في التعليقات، ويخرجوا لي اللي خدامين في المونتاج في التعليقات، وغادي يبقاو يعايروني وغيسبوني وكومونتيرات، وما عنديش المشكل وما غنتسوقش ليهم. ولكن حاليا راه ما كاين لا مونتاج لا استحمص، لان علاش هاد الناس هادو كيلعبوا على العقليه والطبيعه ديال الانسان. شنو هي الطبيعه ديال الانسان والعقليه ديال الانسان بصفه عامه؟ حنا كبشر، انا كبشر كنقلب دائما على السهله، انا ما كرهتش السهله. شكون كره السهله؟ كنكرهش انا نمشي في طياره لا مرتاح يا اخي، ما كانش طياره نمشي في الباطو بعدا باطو كبير ومرتاح، ما كانش الباطو ماشي مشكل تمونطا في شي كاميو ما نضربهاش برجل، ما كانش الكاميو ماشي مشكل الطوموبيل ديني من هنا من فهمتي، كنقلب على السهله 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 السهله، فهمتيني؟ وما كايناش السهله في لافي، عرف اللي دائما الحاجه السهله كيتبعوها المشاكل. هذيك انت غادي تمونطا في كاميو، كاميو غيدوز بك للسكانير، السكانير غيشدك غينزلوك غيجبدوك الطاق، انت فين غادي اخويا؟ الشنطه تطلع غيدوك يسدو عليك في البنيقه واحد العام ويديروك الديبور 5 سنين، فهمتيني؟ شوف انت وزهرك وجد محامي ولا خلص غرامه ولا، وكيحسبوا عليك تقطيع هذا الكاميو ديال الباشيه، وكيحسبوا عليك كذا والغرامات وكذا، غادي ينزلوا على عليك غادي يشتتوا لك الدماغ ديالك، فهمتي؟ المونتاج كاين واحد السمساره. انا شوف انا راه ما كنسميش وما كنقصد شي واحد وما كنهضر حتى واحد، كل واحد الله يسهل عليه، اللي يخدم في شي زفته الله يسهل عليه شغلو هذاك. ما عندي عداوه مع حتى واحد وما موجهه من حتى واحد وما غنقبلش التوجيه في لاجين ديالي نهائيا. ف كاين اللي كيجي كيقول لك وا غنقطع لك الباشيه والمونتيك وكذا طمنا غتعطيني 5000 درهم، ما كيطلبوش شي حاجه كثيره، 500 اورو 600 اورو، كتقول وايلا 600 اورو تاع الطاليان اي زوينه كاع، انا نمشي ونعطيها 2200 في التسليمه تاع سربيا وقدر ينصب عليا الخطاف وقول طمنا وسير عاود ثاني والتطواني والكرياج ما عندنا على هذا العذاب اخويا، عطيو ديك 500 اورو ولا 600 ومشيو راكبين حتى للطاليان. هكا كيقول هو باش كيقنعك كيجبد لك فيديوهات وكتبقى النفارات ديال ابو زعيطر، النفارات ديال ابو كريط، النفارات تاع ابو خرطيه هما راكبين الطاليان تاع الماتريكي الطاليان، فهمت؟ كيصور لك وكذا انت سميتو المونتاج. راه كاين المونتاج مثلا وسط بلغاريا في تلك البوابه الحدوديه، يعني ما غيكونش شي باراج الحدود، كتمشي للبياج، كتمشي للبياج فين كيتجمعوا الرموكات ديال اوروبا وكذا وهذا، وتقدر تمونطا وانت وزهرك. وحتى ذاك المونتاج راه كاين اللي دخل وصدقوا سادين عليه ووصل ميت مكوفل ما لقى فين يتنفس. مؤخرا 45 افغاني باكستاني، اكثر من 45 شي 45 48 باكستاني، ومعلومه حقيقيه وراه كاينه في الاخبار،
مونطاهم شي حد فهزهم من بلغاريا نقطة التحميل شي 48 واحد جديد مهم كاملين في ذاك الكاميو بحال ديال الحليب اللي فيه الصندوق كاميو ديال الحليب، اما كاينش النفس مين يتواصل. 25 واحد وصلت ميتة من ديك الكدا 40، 45 واحد وصلت ميت. انا ما بغيتش الاذى خويا، علاش غتمشي تاذى ولا تموت ولا كذا؟ حنا كننصحوك بجهه، الا كنتي غادي تريسكي ولا شي حاجه غتمشي اقل حاجه تاكل واحد جوج قتله ديال العصا ولا شي حاجه ويمشي لك التليفون وترجع، اصعب الاضرار، سينون غادي توصل باذن الله. هادشي اللي كاين، ولا كاع الكامب اقوى الظروف الكامب ودير الديبور ولا ولا ولا, ولا تصبر وتخرج. هادشي اللي كاين، هادو هما الاخطار اللي كاين، يعني هادو هما الاخطار، ماشي مشكل. ولكن باش انا خويا نمشي في فريغو ولا واحد يقول لي تخشف في واحد الفريغو ونخشوك في باطو، هذا راه باغي يصيفطك للقبر ديريكت، هذا راه مكاتب لك لادريسه ديريكت لعند عزرائيل، ما فيهاش تناقش، الاعمار بيد الله. فهمتوني الخوت؟ هذا من جهه، بلا ما يبقى يتنزع عليكم في هذا الخرطي هذا. انا راه فيديو اخر، حيت انا عاد كنشوف دابا، انا راه كنجي نكسيري في الهضره كنلقى 10 دقائق وصلت وما كنبغيش نطول الفيديو. ودابا الفيديو صويف وانا غادي نضطر باش نقطع هذا الفيديو، غنزيد فيه دقيقه ولا جوج نشرح فيه، وغادي ندير فيديو اخر. علاش؟ حيت باغي نهضر على الفرق بين صربيا وكرواتيا، والدري قال لي في لي كومونتير كنحترمو كنحييه من هذا المنبر لانه دار واحد التعليق في المستوى، لغه جميله جدا وبواحد الطريقه، وسبق عبر الحب ديالو للقناه وانه متابع، وقال لي اخويا مشيت نتلف، انت كتقول لي يا صربيا وواحد كيقول لي كرواتيا، انا مشيت ندوخ اخويا، مشيت ندوخ. عرفتي بحال ديك التركيبه الرباعيه ديال اربعه المدربين اللي جابوا المنتخب، قال لي واحد اللاعب قال لي انا راه مشيت ندوخ اخويا، قال لي مدرب كيقول لي شوت على اليمن، مدرب كيقول لي كروشي، مدرب كيقول لي هزها، مدرب كيقول لي لا جيتي كاع سير دوش. فهمتي؟ راه بحال هكا خويا، تصنت راه غيخربقوك فعلا. غتلقى ناس كيهضروا سيريو محترم وكرافطه وكذا وحط حدا عصير وكذا وتيهضر معاك وكل ثقه في النفس، وغادي يصيفطك للهاويه. فهمتوني؟ حيت راه كاينين الناس الخوت خدامين على طريق كرواتيا، كاينين الناس خدامين على طريق صربيا، كاينين الناس خدامين على طريق بلغاريا، كاينين الناس خدامين على طريق اليونان، كاينين الناس خدامين مونتاج، كاينين الناس خدامين رموكات، كاينين الناس خدامين طيارات، كاينين الناس خدامين المزور، كاينين الناس خدامين المدرح، كاينين الناس خدامين على الواد، كاينين الناس خدامين في الفلوكات على ازمير، كل واحد واش كيخدم. دابا راه الاغلبيه حاليا كيمشي لتسليمه على بلغاريا، اغلبيه الساحقه 90% كتمشي تسليمه على بلغاريا صربيا. هاد الناس هادو ما عجبهمش الحال، مابقاوش خدامين، مابقاوش كياكلوا الخبز. فهاكي ضروري غيدير قنوات، غيمشي عند وحدين، حتى لا ماقدرش يدير قناه غيمشي عند صانع محتوى اللي كيتصنتوا ليه الناس، ويقول له خويا صاحبي دور الحركه رحله. والله الا كان لي واحد خينا بالله تلاقيت به قال لي اخويا حنا الحركه عندنا ميته اخويا، وقلب شي شويه على ديك صربيا، وقلب شي شويه على ديك التسليمه، هدرنا صاحبي على الخرطه ديالنا مالك صاحبي. ديرنا شويه المونتاج وديرنا شويه الشونتاج وراك تما، وراه ما اش تخسر انت اخويا المحزوق. ديرنا فيديو على خليته زدت بحال هادي، قلت له ان شاء الله يكون خير. وانا حنا من المتتبعين، وبغيت يدخلني ديك الدخله، حنا من المتتبعين وانت نعرفوهم مزيان شناق، ما تجيش دوز علي الدكاك. انا ما كيهمنيش الله ينجدبوا الفلوس. انا راه عام وانا في هاد لاشين هادي كنقول يا ربي غير نجمع فلوس ايفون باش نصور لكم باش نقلب، ماشي على ودي انا والله الا على ودي لاشين، والله الا مازال تنتخارى مع داك الايفون باش نشريه. باغي نشري ايفون بكاليتي واعره ديال لي فيديو وكذا، ونخرج لكم من ارض الواقع ونصور لكم ونصور في الدار وكذا، وتشوفوا الصوره احسن من هكا، والصوت احسن من هكا، وجوده الصوت تكون احسن من هكا، والصوره احسن من هكا. بزاف ديال الحوايج بعد ديال الاكسسوار باغي نديرهم لاشين، علاش؟ باش نوصل لكم الصوره. كنديروا مجهود، انا عام هذه وانا كنقول الحلم ديالي هذا الايفون ان شاء الله يكون زوين، التليفون زوين، وان شاء الله الا شريته في هذه الايام غنبارطاجيه معكم بالكارطونه، وكنوجه الشكر للناس اللي ساهموا في هذاك الايفون، حيت راه كاين واحد النسبه المشاهده، واحد المبلغ محترم، يعني ماشي شي حاجه كبيره، ولكن غنقولوا من نهار بديت في هذا لاشين لدابا 4 سنين شديت 3000 درهم، 4 سنين والتقليل عليا الخوت 4 سنين. انا راه عندي غير 9000 مشترك، راه ماشي شي حاجه، طلع الفيديوهات راه مشاهدات قلال، راه 1000 مشاهده كتخلص فيها 0 كذا دولار، ما كاملاش دولار، يعني ما كاملاش 10 دراهم، كتشد شي 7 دراهم ولا 6 دراهم فاش في 1000 مشاهده، وهاد 1000 مشاهده خص يكونوا شافوا الفيديو كامل، ديك 6 دقائق 5 دقائق ما واكلش داكشي. الور الخوت بلغاريا، انا الفيديو علاش درتو هذا؟ درتو على بلغاريا بالضبط، سيرتو يعني جبت داكشي فرونسي ميمون، جبت داكشي فرونسي، حيت ما ديست مازو الغيفون، هضر بالشلح اصاحبي، سي ولد سوزاني مني كانت مازيرت، ما كيفهمني، يكلم فرونسي الله يهديك، هذا مازيرت، الله يهديك، هذيك ميمون، اش بينكم بشي فرونسي اصاحبي، اوكي كنديرو النظاظر كتطلع الفرونسي شي شويه لاكام،
المهم علينا جا الخوت بلغاريا بلغاريا، راكم شفتوا الفيديو الخوت، شفتوا في الدخله درتو لكم في الدخله الفيديو، شفتوا كيفاش كيوجدوا لكم هكا كتعامل بلغاريا، اليونان، الحرقه، صربيا، كرواتيا، الناس كيجتهدوا، كاين حلف الناتو، كاين العسكر، كاين البوليس، الناس كتجتهد، كيلقاو شي طريعه شي تقبع عندهم كيمشيو يسدوها، كيلقاو شي طريق كيمشيو يسدوها، 79 كيبلوكي واحد، انت عاوتاني ماشي غير تجي وتمشي، سول اهل الاختصاص وجي هنا ودور وسول وقلب على راسك وكذا وكري واستقر وكذا طمنا وما تزربش، ماشي غتجي النهار الاول باغي تضرب، ريح واحد سيمانه ولا 10 ايام تشوف الجو كي داير، شوف الدراري اللي كيخرجوا واش كيدوزوا ولا ما كيدوزوا، شوف بعينك تتلقى مع الدراري يقول لك يقول لك اخويا حنا راه ضاربين غدا واش تمشي معنا، يقول الله يسهل عليكم اعطيني النميره وتواصل معنا الله يحفظك، فين وصلتوا اخويا قطعتوا بخير سان سان كي داير الطريق مزيان الله يسهل عليكم اخويا فين طن 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 عرفتيهم وصلوا جاو تشدوا فين تشديتوا اخويا فين كان الديفو فين كان المشكل جروب اخر طن 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 نشوف فين دازوا هادو فين ما دازوش هادو، كان عامر راسي مي انا ديك الساعه هضرتي غادي تلغيها فيديوهاتي غتلغيهم غتكون في ارض الواقع ما غتصنت حتى شي حاجه غتشوف بعينيك وغتحكم، الناس اللي رجعوا من الكامب يعاودوك المعاناه الكامب، الناس اللي وصلوا غادي يعاودوا كيفاش داروا توصلوا، الناس اللي قربوا يوصلوا تشدوا يعاودوا كيفاش داروا حتى قربوا يوصلوا تشدوا، الناس اللي معاودين وغتلقى ناس وغتلقى ناس كلاو قتله ديال العصر اقسم بالله والله قسما بالله غتلقى ناس كلاو قتله ديال العصر في الطريق هنا، وغتلقاهم ضاربين جوج ثلاثه اربعه الضربات هما كياكلوا العصا وما مفاكش لصقه هلكه ومنهم بنات، حتى راه غتلقى واحد العدد ديال البنات هنا غتعجب ملي غادي شتي انت هذاك اخويا المحزوق خلف الشاشه اللي كيتصور لك انت هاد الدنيا وحش عملاق، شتي ملي غادي تجي هنا وغتلقى مراه عندها 45 عام و 46 عام و 48 عام وغتلقى بعلوكه عندها 17 18 عام غادا تضرب غادا تحرك، راه العربة صاحبي راه دماغك هادي يا رب صاحبي راه دماغك يا رب الله خليونا صاحبي من الخرطي الخاوي، المهم الفيديو الجاي الخوت غادي نهضروا مقارنه اش من طريق مزيانه بين صربيا وكرواتيا وعلاش 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 وكيفاش، غادي نهضروا ان شاء الله ايجابيات وسلبيات ديال كل طريق، بقاو معنا في الفيديو الجاي.